هيا نبحث الطلاب في معهد ممتازة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ اسمي أبي الذي أتاكي. اسمي فاتح. اسمي شو؟ اسمي زكاة. في أي فصل أنت؟ أنا في الفصل الأول. هل تعلمت النحو؟ نعم تعلمت النحو. تعلمت الصرف؟ تعلمت. ما هو الفعل؟ الفعل هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمان خاص. كم قسم ينقسم الفعل باعتبار الزمان؟ ينقسم الفعل باعتبار الزمان إلى ثلاثة أقسام: فعل الماضي، فعل المضارع، فعل الأمر. ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمان الماضي. وما هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمان الحاضر أو المستقبل. وما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر هو كل لفظ يطلب به حصول عمل في زمان المستقبل. ما هو الفاعل؟ الفاعل هو اسم مفعول أقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل. ضع اسم الفاعل فاعلا في الجملة الفعلية. قرأ القارئ القرآن في المقرئ. كتب الكاتب الرسالة. ذهب الذاهب الغنم عند ريح الأكل. يراجع الحافظ حفظه. ما هو المفعول؟ المفعول هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل. ضع اسم المفعول فاعلا في الجملة الفعلية. بكى المدروب. راى المأكول. انكسر المرفوز. انتهى المشروع. انتهى المشروع. طيب أحسنت. ماذا ستعمل بعد هذا؟ أراجع القرآن. أنا سأنظر إلى اللاعبين. ماذا الرياضة؟ بعد هذا أنا سأذهب إلى الفصل. تفضل.